جاهز. ايه هاي الرياضة انا جاهز ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجة فاضية. ايه الدراعات الملط دي؟ تروح فين قلت لي؟ النادي. النادي؟ تعال هنا قرب. رايحة فين تاني يا معلم؟ النادي. النادي يعني رايحة مركز شباب، والشباب هناك كده اهو وله عيون وهيقعد يتفحص كل منطقة في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في السور هينفض من الناحية التانية. رياض انت عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. نعم اي ايه؟ عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. بلا كورونا بلاش الحاجات اللي انت بتعملها ما تغيرتش الموضوع. انت مش متجوزة ده كربطة هنا. رياض. بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ لمبي مين؟ تتيجي فين انت في وجاهة اللمبي ولا حلاوة اللمبي ولا طعامة اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صاعق كبير، له في الجبال علامات، لمبي ده كان فاضل يومين وصورته تنزل على الجنيه، بس خلاص بقى الله يرحم ايامه، عمل حادثة، دخل في بقه واحد. يلا بت اجري البسي الحاجات التانية. بت؟ اجري يا بت ما تخليش بقى، اجري امشي بقى. لا. البسي حاجة بقى. لا. يا بت اجري بقى انت حلوة كده الله يعرفك، اجري امشي يلا. لا. يا بنت والله هعضمك. اجري امشي يلا اجري امشي يلا بنت يلا يا بنت امشي. ايه البلد اللي ملهاش حاكم دي؟ كشفنا ولا ايه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمة اللي احنا عاملينها دي. وطي صوتك، جريمة ايه؟ ايه؟ انا عاوزك تختم الورقة دي بسرعة. طب ايه عربية الإسعاف دي طب؟ مسجون تعبان قوي لازم يتنقل المستشفى حالا. طب انت مالك متأثر ليه؟ هو اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضو. يمكن صدفة ولا حاجة. يا عم اختم الورقة دي بلا صدفة بلا نيلة. طب اختمها ازاي دي طيب؟ الختم في الدور. الختم في الدور؟ ايوه الختم في انت مالك مستغرب قوي. والله الختم في الدور. الختم في الدور. والله ما اعرف ان الختم في الدور. طب يلا بسرعة. ايوه. خد يلا ادي انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي حلوه تطلع. هي بتكبر ودي اختم لي ورقتها لازم دي يعني ايوه عينيا يا ابو ده هتفرتكها عينيا ابو الادهيم ادهيم ايه ابو الادهيم دي ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا كان بيقول لابوك يا ابو الادهيم لا بيقول له عم محسن محسن اسكت انا بتمنى لما توصل بالتليفون على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض ازيك؟ انا كمان مبسوطة قوي النهاردة. في الحق انا مش مصدق اللي انت تقولي ده. انا عايز سيادتك بوضوح. ايه يا لا ايه يا عم ايه يا عم القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما خدتش بالي والله. ما تشربش بتضل على عينك؟ ما خدتش بالي يا فندم انا اسف. طب اقعد فين انا؟ اخرج فين؟ ما اقعد هتخرج ما انت خضتني خلاص اقعد. هتخضت تاني تدخل تاني تخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. المدام. لا اقعد. عارف حق. الاهل موزه ده الواد بتاع الشاكة كان جايب لي القميص بتاع النكوة انا. انا عايز اطلب منك حاجة. عايز تروح فين قول. نعم ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده قالوا لا ايوه خلاص اوكي ماشي. المهم ده انا كنت عايز اقول لك على حاجه يعني نعم ايه دوست على مين؟ عيش دوست موجود يا باشا. موجود هو بيهزلي دماغه مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش صاحب الانتيخ. تعالى حبيبتي خلاص انا عارف سلام مع السلامة على هذا مع العرب. المكالمة قلبت في الاخر جاوب قال لي كده مش مهم. المهم ان انا سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هاني الموضوع دخل في زيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى. المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى.
ايه يا عم اللي انت بتقول؟ تخرجنا كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجه عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقاله متغطي، وهيفضل متغطي فتره طويله محدش هيقدر يكشفه. تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادم. طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين اهم يعني. اسمعني بس. في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت مالنا يعني عفاف. عايزك يعني ايه تقول لي اعمل ايه في محسوسيه لما اجي اكلم معاها يعني. ها يعني الموضوع ما ينفعش يتقال في الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق، انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه. هاني تعالى. جيت؟ انا جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربه. انا وقعت من السما وانت استلعبت لي. انا ماشي مع واحده اليومين دول، كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟ ضميرك بيقلبك؟ وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك. ما انا ما تجيش تخنقني انت كمان. افرض مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وندي في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها. دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم الكتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه. قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا. اتفضل. الستات عموما تحب المعامله الرقيقه. تحب الشعريه، تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بنت، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك انا. عارف روميو وجولييت؟ عداد الشمس. خد بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ صح. زهق. ام شاكر. انا بنت روميو. فيحاء. اطلع بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء. فيحاء. يووووو. مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا روميو. وعايز إيه يا سي روميو؟ عايز
عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو قوي الوقعه اللي انا وقعتها دي. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيا، انت اتخضيت عليا؟ اه والله انا اعرف ان اتخضى بالشكل الجميل ده، ده انا مستعد بكره اجيلك ظرف نفس بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشهر ده انا والها في وشي. بعد الشهر جيلك بكره خبط دماغي بسور حديقه. الف بعد الشهر عليك. انما ايه الرومانسيه دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ تطلع على الشجره تعمل لي روميو ولا جولييت؟ ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس انت كتفت ومين انت الله يخليك. من برادر ده انا متفكر. ايوه ارفعها. ايوه ايوه بس اظبطي بقى تعالي شمال بسرعه لا تنحقلب. بس خليك اقول لك بقى تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي. انا بهزر. خلاص نبدا بمراجعه السبتيه. اوكي اوكي واقعه واقعه يعني. يلا بينا بقى. والله انت عارفه يعني احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بيستره معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه. ليه واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. يعني الحمد لله برضه. انت عارفه الخيمه دي بفكرني بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك. عارفها؟ ايه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى. انت بس انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكت. رياضه عشان خاطري. بلا رياض بلا امسك. من فضلك امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه. من فضلك. ايه؟ بص يا كابتن احب اعرفك ان انت غلطت غلطت جامد يعني في نجم غلاف اخبار الحوادث. خد القميص واجري انت. خد القميص واجري انت. شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحيه بقى. انت حيوان. انت مش عارف ده ضابط. طب هو محتاج توصيه بالطنين. ده ضابط خلاك رجعنا. طب اقول لك بعد ناس الخبايا والله اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا انا؟ استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم انت ايه بترد نزلت حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لا والنبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه ايه يابا؟ استنى في شرف. روحت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر زيت. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي. انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل فيه ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلع الساعه دي بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه فرط في مناخير في اي حاجه في جسمه. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ جدا. مبسوطة عشان الدغدغته قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان اول مره بصرف النظر انك انت اتضربت. بلاش حته الضرب ده ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو. نعم هيرو. يور ماي هيرو. يور ماي هيرو. ايه رياض حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها. عايزه اصرخ بجد. جوزي اتضرب عشان بس. طيب انت خلاص ده انت بجد خلاص. انا نفسي اصرخ حقيقي. خلاص طيب يا في حق. طيب ده ايه العرب ده؟ ده احنا نرفزنا ليه؟ ده جوز الضرب هتقعد تضحنا.